السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم إن شاء الله على sensory pathways and sensory أو processing of sensory information. Processing of sensory information. لو شفنا الأوبجيكتيف سريعا كده بيقول name sensory modalities and list type of general sensory receptors and describe the function of each type. Describe the origin, the course, designation, functions and deletion of each of the following ascending tracts: spinothalamic وspinocerebellar والدورزال كولم medial meniscal system. يعني المقصود هنا ان اهم حاجة في السنسيشن او السنسوري ديفيجن ده، المقصود بيه اهم حاجة هو السنسوري باثويز. السنسوري باثويز لو بدأنا كده وقلنا سنسيشن، يعني ايه سنسيشن؟ سنسيشن عبارة عن particular feeling، احساس معين. علشان احصل عليه محتاج اربع حاجات. الحاجة الاولانية هتحس بايه، يعني لازم يكون عندي a change في ال environment، لازم يكون عندي a change في ال environment. وبعد ال change لازم يكون عندي receptors تستقبل هذا ال change، وبعدين اوصل من ال receptor لل site of perception and integration او ال interpretation اللي بسميه ال sensory cortex. يعني لو حبيت اقول كده إيه انت محتاج ايه، هقول له انا محتاج في الاول يكون عندي تغير في الوسط بتاعي، ده اسمه stimulus او التشينج فين في الانفايرومنت. ولازم يكون عندي مستقبلات. الانفايرومنت بالنسبة لنا هنا ممكن تكون internal environment وممكن تكون external environment، ولازم يكون عندي receiving area فين في السيريبرال كورتكس. في السيريبرال كورتكس. طب وماذا بعد؟ علشان احس، عشان يحصل لي sensation معين او feeling of particular change، لازم اوصل من الريسبتور ديت الى السنتر فوق هنا اللي هو receiving area. هتوصل ازاي؟ هوصل بحاجة اسمها sensory pathway. السنسوري pathway دايما عندنا بيكون في somatic sensation حاجة اسمها three order neuron. يعني ايه three order neuron؟ يعني ثلاث محطات عصبية. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للسوماتيك سنسيشن. لان في السبيشال سنسيشن ممكن الاقي عندي الالفاكشن two order neuron فقط. في الهيرنج مثلا ممكن الاقيه من 4 لـ6 نيورون. لكن بالنسبة للسوماتيك سنسيشن دايما وابدا هيكون عندي مين؟ هيكون عندي three order neuron. يبقى ده الفيرست order neuron، وده second order neuron، وthis is the third order مين نيورون. ده متطلبات مين؟ متطلبات السنسيشن او البرسيبشن اوف بارتيكولار فيلينج. انت بتقول الكلام ده ليه؟ علشان اما اجي اتكلم على اي سنسيشن ابقى مطالب بالكلام على نوع التغير. لازم اتكلم على الستيمولس بتاعي عباره عن ايه، واتكلم على الريسبتورز بتاعتي. ولما اجي اتكلم على الريسبتورز المفروض اتكلم على التايب بتاعها، ميكانو ولا ثيرمو ولا اي نوع. اتكلم على المورفولوجي شكلها ايه او الاسم معاها، يعني اتكلم على الديستريبيوشنز، اتكلم على الميكانيزم اوف ستيميليشن لو في سبيسيفيك ميكانيزم اوف ستيميليشن، واتكلم اخيرا على حاجه مهمه اسمها الادابتيشن اوف ريسبتور. يبقى انا اقدر اقول له كده ان عباره عن ايه، لما اجي اقول له كده هقول ان السنسيشن اهو هو عبارة عن perception of particular feeling caused by stimulation of specific receptors by its adequate stimulus. يعني ايه adequate؟ يعني يكون sufficient بالنسبة للreceptor اللي هو يقدر يعمل لها مين؟ stimulation. يبقى اقول له كده stimulus في وجود، اقول له كده يعني عندي هنا stimulus اهو في وجود receptors ووجود السنسوري باثويز هحصل على سنسيشن. هحصل على مين؟ هحصل على السنسيشن. اروح بعد كده واقول له ايه هو الكلاسيفيكيشن اوف سنسيشن، يعني تقسيمه السنسيشن مش هتفرق معايا كتير خالص، لكن التقسيم علشان ابقى سيستماتايزد وانا بتكلم. هقول له في عندي حاجه اسمها جنرال سنسيشن. جنرال سنسيشن يعني ايه؟ اللي هي ما دون السبيشال سنسيشن، الحواس الخاصه هي اللي تلزمني. سيبك من السبيشال سنسيشن ده، هنتكلم على الجنرال سنسيشن على حسب الانفايرومنت اللي خارج منه. الجنرال سنسيشن ممكن يكون سوماتيك سنسيشن. يعني ايه سوماتيك سنسيشن؟ يعني خارج من السوماتيك ستراكشر اوف يور بودي. سوماتيك ستراكشر اللي هم ايه؟ 3S: سكن، سكيليتون، وسكيليتال ماسل. وممكن يكون فيزرال، يعني خارج من الفيزرا. الفيزرا اللي هي عباره عن اثموس ماسلز وبلاد فيزلز.
انا يلزمني مين؟ هيلزمني دايما السوماتيك سنسيشن. ارجع اقسم السوماتيك سنسيشن على حسب الفورم اوف ذا ستيمولس او الانرجي فورم اوف ذا ستيمولس. فممكن يكون المؤثر بتاعي ميكانيكال، فاقول عندي ميكانوسبتيف سنسيشن، وممكن يكون المؤثر يعمل تيشو ديستراكشنز، يكسر خلايا، يطلع بين بريديوسنج سبستانس اقول عليها بين سنسيشن، وممكن المؤثر يغير في درجات الحرارة فسميها ثيرمال سنسيشن. يعني هنا طبيعة المؤثر هي اللي حددت التايب اوف مين سوماتيك سنسيشن. الكلام كله بتاع المحاضرة هيبقى مبني على السوماتيك سنسيشن. تاني، السوماتيك سنسيشن تقسم الى الميكانوسبتيف، يعني التي تحدث عن طريق استيميليشن اوف ميكانيكال فورم اوف انرجي او بين سنسيشن او ثيرمال مين او ثيرمال سنسيشن. هبدا اتكلم على الميكانوسبتيف سنسيشن، هقول الميكانوسبتيف سنسيشن بتيجي منين؟ ميكانيكال فورم اوف انرجي. طيب كم نوع بقى من الميكانوسبتيف سنسيشن؟ هقول له نوعين، يا اما تاكتايل سنسيشن. يعني ايه تاكتايل سنسيشن؟ يعني بتعتمد على درجات بسيطة من الميكانيكال فورم اوف انرجي، اللي هو ممكن يكون تاتش او بريشر او ريبيتد لايت ميكانيكال ستيمولس. هيديني مين؟ هيديني الفايبريشن سنس. النوع الاهم من الميكانوسبتيف سنسيشن اللي هو البروبيوسبتيف سنسيشن، اند ذيس از فايتال فور ذا بودي، اللي هو ايه؟ احساس الوضع والحركة، يعني السنس اوف بوزيشن اند السنس اوف موفمنت. نبدأ على طول في الميكانوسبتيف سنسيشن ونقول الديفيجن الأولانية هي تقسم لنوعين، يا إما تاكتايل سنسيشن يا إما مين؟ يا إما بروبيوسبتيف سنسيشن. بالنسبة لنا في الفسيولوجي الأهم هو البروبيوسبتيف، لأنه إنك لازم تبقى حاسس إيدك فين ورجلك فين، بتتحرك ولا ما بتتحركش. نروح للتاكتايل سنسيشن، بنقول تقسم الى 3 ديفيجن اكوردنج لمين؟ اكوردنج للفورم بتاع الميكانيكال ذات نفسه و distribution of the receptors. يعني عندي ثلاثة correlated مع بعض، يا إما light touch يا إما heavy touch يديني pressure، يا إما rapid repeated light mechanical stimulus يديني مين؟ يديني vibration. كلهم جم بمين؟ بميكانيكال stimulus، يا إما light يا إما مين؟ mild pressures. يبقى ده الأساس بتاعي. يبقى يقول لي لايت بريشرز او لايت تاتش عمل التاتش سنسيشن، البريشر اللي هو لو كان هيفي تاتش يعني هيديني بريشر سنسيشن، ولو انا عملت رابيد ريبيتد لايت ميكانيكال ستيمولس هيديني مين؟ هيديني فايبريشن سنس. شيء طبيعي هبدا على طول باللايت تاتش او التاتش سنسيشن. عاوز ايه في اي سنسيشن زي ما اتفقنا؟ عاوز اساسا ديفينيشن، اي كلام في اي كلام بس عشان تمشي بالترتيب، عاوز الاستيمولس وعاوز الريسبتورز وعاوز السنسوري باث واي. دول الثري مين امبورتنت بوينت ريجاردنج اتش تايب اوف سنسيشن. فهبدا بالديفينيشن بتاع مين؟ بتاع التاتش سنسيشن. هقول هو عباره عن ايه التاتش سنسيشن ده؟ التاتش سنسيشن هو عباره عن بارتيكولار فيلينج جه منين؟ من application of light mechanical stimulus to the skin. هنقوم نسأل نفسنا سؤال، هو ايه يعني كلمة light mechanical stimulus؟ يعني يا دوبك عمل bending للسكن او عمل movement of the hair؟ يبقى عمل bending of the skin or just moving the hair of the skin. بتكلم على مين؟ على touch sensation. ها احنا قلنا اهم حاجة مين؟ الستيمولس، الريسبتورز، والريسبتور لها سيرتن بوينت بتكلم عليها، وبعد كده السنسوري باثوي. مين الموست امبورتنت فيهم كلهم؟ هو مازال السنسوري مين؟ السنسوري باثوي. اروح للريسبتورز، عاوز ايه في الريسبتورز؟ عاوز المورفولوجي والادابتيشن. انت محتاج ايه في التاتش؟ والله انا محتاج في التاتش نوع من الادابتيشن اسمه رابيدلي ادابتنج ريسبتورز، يعني بتحس بمتغيرات التاتش، يعني بدايه التاتش ونهايه التاتش وتغير شده التاتش، فبسميها رابيدلي ادابتنج ريسبتورز. يعني ايه رابيدلي ادابتنج ريسبتورز؟ كلمه ادابتيشن في الفسيولوجي معناته ستوب اوف ديسشارج، بالرغم ان المؤثر موجود، يعني الريسبتور هتتكيف على وجود المؤثر. لو الريسبتور وقفت ديستشارج بالرغم ان المؤثر ما زال موجودا بسميها رابيدلي ادابتنج ريسبتورز. ودي مطلوبه؟ اه مطلوبه. ايه الهدف منها؟ انك تبريفنت الاكسس ان وونتد سنسوري ديستشارج تو ذا سي ان اس. ما هي مش طالبه انك اقول لك في لمس في لمس في لمس في لمس مستمر، ما ينفعش، هتعمل ديستربنس لمين؟ للسي ان اس. يبقى انا محتاج الرابيد ادابتيشن. طب هل انت محتاج السلولي ادابتنج؟ البيتر نيم فور سلولي ادابتنج عشان نفهم، هنقول نون ادابتنج. يعني ايه نون ادابتنج؟ يعني كان نوت ستوب ديس تشارج از لونج از ذا ستيمولس از بريزنت. اه دي معظمها مين؟
معظمها الحاجات الخطيرة زي البروبيوسبشنز وزي البين ريسبتورز. البين ريسبتورز لازم تكمل ديستشارج as long as the painful stimulus is present. ليه؟ لأن دي عملية مين؟ بروتكتيف. ارجع تاني سريعا كده للتاتش ريسبتورز، هقول له فيها النوعين، ممكن يكون رابيدلي ادابتنج ريسبتور زي الميزنرز كورباسل مشهوره جدا، زي الباسينيان كورباسلز والهير فوليك ريسبتور. دي مالها؟ رابيدلي ادابتنج. يعني ايه من الاخر رابيدلي ادابتنج دي؟ هتجيب الرابيد تشينجز او الدايناميك تشينجز في المؤثر بتاعي اللي هو مين؟ التاتش. يا اما تكون الريسبتورز بتاعتي ها سلولي ادابتنج ريسبتورز، اللي هي مين؟ اللي هي نون موديفايد نيرف اندنج او الفري نيرف اندنج والميركلز ديسك والرافيني اندنج. سلولي ادابتنج يعني ايه؟ يعني اشيل كلمه سلولي واقول كونتينيو ذس تشارج از لونج از ذا تاتش از بريزنت، as long as the touch is a is present. اروح بعد كده للديستريبيوشن اوف ريسبتور، سهله جدا. يعني ايه سهله جدا؟ معروف ان الاماكن فيها، بعض الاماكن في جسمي فيها ريسبتور كتير والبعض الاخر فيه مين؟ ريسبتور قليله. فاقول له التكتايل ريسبتور بتبقى فيري ريتش في البروكسيمال بارت اوف ذا بودي، في التيب اوف ذا فينجرز، في التيب اوف ذا تانج، في الليبز، في الايرولا، في النبل، في سيرتن سنسيتيف اريا اوف ذا بودي. طب وبتكون بور او سكانت فين؟ على الباك اوف ذا ترانك. بعد كده هتكلم على سبيشال كاركتر. السبيشال كاركتر هي نفسها كلمه الادابتيشن، يعني فسر لي الادابتيشن هنا. فاقول له خلي بالك تاني ان الباسينيان والميزنرز كورباسل بيجيبوا المتغيرات بتاعت التاتش. يعني بايه؟ بي انفورم سي ان اس اباوت الرابيد تشينجز في التاتش والفايبريشن سنس. طب الميركلز ديسك والرافيني اندنج بتاع الكونتينوس تاتش او التاكتايل لوكاليزيشن، ده المقصود بكلمة special character of touch. Pacinian Meissners highly sensitive to the movement of very light object and vibrations. الميركلز continued contact والرافيني البرولونجد مين touch. هو نفس المعنى بتاعت مين؟ كلمة adaptation، انت بتأكد عليها بس مش اكتر. هقول له خلي بالك ان الهير فوليك ريسبتور هتستجيب للموفمنت بتاعت الايه؟ الهير اوف ذا سكن. انا لسه بكلم في التاتش ريسبتورز، خلصت التاتش ريسبتورز عاوز اتكلم بقى على التايب اوف تاتش، انواع التاتش. يقسم التاتش على حسب اللوكاليزيشن وعلى حسب السنسوري ديتيلز اللي هيديها لنا الى نوعين، يا اما فاين تاتش يا اما كروت تاتش. فاين تاتش يعني ايه؟ يعني فيري ويل لوكالايزد تايب اوف تاتش، يعني هيديني sensory information sensory details about مين؟ about touched object. ايه هي المعلومات دي؟ هيديني السايد بتاعه فين، الشيب، السايز، التكتشر بتاعته، دي كلها اسمها fine details. هيوصلها للسي ان اس عن طريق الدورزال كولم ميديال لمنسكال سيستم او الجراثيل والكونيت تراكت. كان بيبريديوسد بمين؟ باي ويل لوكالايزد اوبجكت زي التيب اوف ذا ايه اوف ذا بنسلز. على النقيض تماما هروح للنوع الثاني من التاتش اللي هو الكروت تاتش. الكروت تاتش ده ماله؟ ديفيوز، يعني حاجه مش محدده المعالم وال ديفايند. اسهل مثال له الكونتاكت اوف ذا كلوزز او الموفينج اوف الكوتون على الجسم بتاعي. الكونتاكت اوف كلوزز انت حاسس بيها لكن مش عطيك اي سنسوري انفورميشن. يعني عاوز اقول ان الكروت تاتش مش هيديني كمعلومات مهمه ريجاردنج السنسوري ديتيلز بتاعت التاتش اوبجكت. ليه؟ لان الفاين اداها لي. قال لها طب انت حاطه ليه الكروت تاتش ده؟ حاطين الكروت تاتش علشان هدف تاني من ضمن الباثوي بتاع الكروت تاتش، ان هو بيطلع لريتيكولار فورميشن، وريتيكولار فورميشن ده مكان الايموشنال رياكشنز، فيقولوا ان هو لينكد مع مين؟ مع الايموشنال رياكشن والاوتونوميك مين؟ والاوتونوميك رياكشن. لكن الايموشنال اسبكت بيكون اقوى في حاله مين؟ في حاله التلامس او الكروت تاتش. بتشال بمين؟ بالسيستم اللي هو الانترولاترال مين؟ انترولاترال سيستم. يبقى ده الديفرنس ما بين الفاين تاتش والكروت تاتش. هايلي اكوريت ده بورلي لوكالايزد، ده هايلي اكوريت ده كرود، يعني ايه؟ يعني نو ديتيلز. بتشال بمين ده؟ طبعا هيتشال بالحاجات اللي ما فيش فيها شغل في الفري نيرف اندنج، يعني ما فيش فيها الكومبليكيشن بتاعت الريسبتور زي الباسينيان زي الميركلز زي الباسكت اورجان، دول تبع الفاين تاتش. لكن اللي ما فيش فيه يعني هيستولوجي كتير او في شغل كتير، يعني مش سبيسيفايد لحاجه، هيبقى زي الفري نيرف اندنج والهير فوليك ريسبتور. يقسم الفاين تاتش ده الى 4 سب تايب. النوع الاولاني
انك تحدد نقطة واحدة فقط، فبنسميها tactile localization، يعني ال ability of the person to localize exactly single point of fine touch with close the eye. ده بنسميه topognosis. بنسميه مين؟ topognosis. النوع الثاني مهم جدا جدا، اسمه tactile discrimination. والdiscrimination ده اختبار مهم في النيرفس سيستم. يعني ايه اختبار مهم في النيرفس سيستم؟ لو عاوز تشوف النيرفس سيستم بتاعك شغال كويس ولا وحش، خليه يقارن الهدف بتاعك. يعني في الفيجن خليه يقارن نقطتين قريبين من بعض، اللي هي البروكن سيركل مثلا. هنا في التاتش خليه يميز نقطتين قريبين من بعض. فبقول ده اسمه تاكتايل ديسكريميناشن. من اسمه اقدر اقول معناه هي الابيليتي اوف بيرسون تو ديسكريمينيت تو نير بوينت اوف فاين تاتش، قدره الشخص ان يقدر يميز نقطتين قريبين من بعض. يعني ايه يميزهم؟ يعني يستقبلهم كانهم تو سيبريت بوينت، مش سنجل بوينت ولا حاجه. هي دي عمليه صعبه. صعبه ليه؟ علشان اقدر استقبل نقطتين قريبين من بعض كانهم نقطتين منفصلين، محتاج شويه حاجات. ايه اللي انت محتاجه؟ ان يعملوا ستيميليشن لتو سيبريت ريسبتورز، يبقى هنا واحد وهنا واحد. طب والحاجة التانية؟ محتاج ان تو سيبريت باثويز اطلع بخطين منفصلين للسي ان اس. والحاجة التالتة تو سيبريت ارياز اوف ذا سيريبرال كورتكس. يبقى عندي كام شرط؟ عندي 3 كونديشنز، 3 شروط. الشرط الاولاني ان اقدر اعمل ستيميليشن لتو تايب اوف ريسبتورز. الشرط التاني يكون عندي سيبريت افرنت او سيبريت باثويز. والشرط الثالث ان يكون عندي ريسيفنج اريا في مين؟ في السيريبرال كورتكس. وارد ان وانا بطلع كده من الريسبتور ان الافرنت بتاعي يلم على الثاني، ده بنسميه كونفرجن. حصل كونفرجن، يعني تو افرنت ادوني افرنت واحد بس. في الحاله ده النقطتين دولت ممكن احسهم مين؟ احسهم نقطه واحده في السيريبرال كورتكس. ولذلك انا ليا شروط. فاقول له علشان تحس نقطتين منفصلتين لازم يكون في مسافه بينهم اسمها المينيمال ديستانس، الحد الادنى انك تستقبلهم. يبقى ايه هي المينيمال ديستانس؟ اقل مسافه between two near point of fine touch at which or above which two point will perceive separate. طيب لو انت تحت المينيمال ديستانس هستقبل نقطه واحده. يعني زي مثلا ان ديت المينيمال ديستانس، لو انت قدها او اكبر منها استقبلت نقطتين. طب لو انت حطيت هنا هتستقبل نقطه واحده، يا ديت يا ديت. يبقى ده المقصود بمين؟ بالمينيمال ديستانس. هل المينيمال ديستانس بتختلف من مكان لاخر؟ بتختلف. هتختلف على حسب مين بقى؟ على حسب النمبر اوف سنسوري ريسبتورز. يعني بتكون قليله جدا جدا في الاماكن اللي فيها ريسبتور كتير. ما انت لسه قايل دلوقتي اكتر حاجه فيها ريسبتورز هقوله التيب اوف ذا تانج اللي بنستخدمه في التذوق والحاجات دي. بيكون المينيمال ديستانس 1 مليمتر، يعني حاجه قليله جدا. 1 مليمتر يعني فيري مينيمال. ليه؟ لان النمبر اوف ريسبتور اوفر كراودد، ريسبتور كتيره جدا، فسهل انك تطلع بتوقف. لما تيجي تشوف التيب اوف ذا فينجرز هتلاقي 3 مليمتر. طب يا ترى الباك اوف ذا ترانك ده مفيش فيه ريسبتورز، هتلاقي المسافه بتاعتك كبيره جدا، يعني هتلاقي حوالي 70 مليمتر، يعني 7 سم. يبقى ايه اللي فرق معايا في المينيمال ديستانس؟ اقول له محتاج انكريز النمبر اوف ريسبتورز، محتاج المينيمال كونفرجن اوف ذا افرنت، ما يجمعوش على بعض، ولازم يكون عندي لارج اريا اوف ريبريزنتيشن في مين؟ في السيريبرال كورتكس. او ما اقول له خلي بالك ان الاريا اوف ريبريزنتيشن بتاعت السيريبرال كورتكس هتعتمد اساسا على النمبر اوف ريسبتورز. يعني كلما زاد النمبر اوف ريسبتورز في هذا الجزء من الجسم كلما زادت الاريا اوف ريبريزنتيشن في مين؟ في السنسوري. مين؟ السنسوري كورت. نشوف مع بعض الكلام كده اهو. ability of person to discriminate يميز two near point of fine touch applied simultaneously to the skin with close the بس بشرط مين؟ ان المسافه بينهم اكبر من المينيمال ديستانس. يعني ايه المينيمال ديستانس؟ هي الديستانس اقل مسافه بين تو بوينت عندها او اعلى منها استقبلهم تو سيبريت، لو اقل منها بستقبلهم 1 بوينت بس. بتكون 1 ملم at the tip of the tongue، 3 ملم at the tip of the finger، 70 ملم at the back of the tongue. ايه الاسباب اللي احنا قلناها من شويه حالا اهو؟ هنا ايه اللي حصل هنا؟ هقول لك بص معايا كده. للريسبتور هنا النمبر اوف ريسبتور كبير اهو. طب وهنا النمبر اوف ريسبتور يا دوبك 2 بس. الحاجه الثانيه ان الافرنت اللي طالع من الاريا ديت كتير،
with minimal conversion، ما جمعوش على بعض. فالمحصلة عمل استيميليشن لتو areas of the cerebral mean cortex، لكن هنا النمبر اوف ريسبتورز قليل. انا مستخدم ده اسمه الكومباس تيست او البرجل الطبي، عشان احطه على نقطتين واشوف احس نقطتين ولا نقطة واحدة. هنا النمبر اوف ريسبتور قليل. طب وفي افرنت؟ في افرنت بس معاها مشكله ان عملت كونفرجن على السكندري مين، على السكندري نيورون، فاحسها مين نقطه واحده. في حاجه بقى اسمها تي دي اكيوتي، تاكتايل ديسكريمينيشن اكيوتي. اكيوتي يعني حده الاحساس، يعني بتعتمد على المينيمال ديستنس. كل لما المينيمال ديستنس تقل يبقى عندك الاحساس اعلى. يعني الطنج كان كام؟ الطنج التيب اوف ذا تانج كان 1 ملم، يبقى الاحساس فيه قوي جدا. يبقى المينيمال ديستانس صغيره فالريسبتور كتيره فالاحساس عالي. على الترنك كان المينيمال ديستانس كام؟ 70 ملم، يبقى الريسبتور قليله يبقى الاحساس قليل. ده اللي بنسميها مين؟ بنسميها المينيمال او التي دي اكيوتي تاكتايل. لسه بتكلم على الفاين تاتش، وقلت هو نوع من التاتش ويل لوكالايز وجيف سنسوري انفورميشن اباوت ذا تاتش اوبجكت وكاريد باي دورزال كولن ميديال لمينيسكال سيستم. واهم ما يميزه بقى انه له سب تايبس، اللي هم الاربعه سب تايب. قلنا منهم اتنين تاكتايل لوكالايزيشن وتاكتايل ديسكريمينيشن. النقطه الثالثه اسمها استيريوجنوزيس. استيريو جنوزس يعني تخمين، واستيريو يعني نفس الشكل. يبقى اقدر اقول له كده استيريو جنوزس يعني الابيليتي اوف بيرسون تو ايدنتيفاي مين فاميليار اوبجكت، ان هو يحصل او يتعرف على حاجات معروفه له من قبل كده، بس لازم تكون عينه مغمضه بقى عشان يبقى صعب بالنسبه له. يبقى ability of person to identify familiar object with mean with closed eye، وعينه تكون مقفوله عن طريق المانيبيوليشن اوف مين اوف ذا هاند، يعني حاسس بايده كده على الحاجه ويعرف الحاجه دي. لو انا قدامي مثلا حاجه هنا فاميليار زي مفتاح مثلا او اي حاجه، المفتاح ده هيعمل لي، هعرفه ازاي؟ اقول لازم اشوفه بعيني المجرده، اهو اشوفه بالعين واسمع بوداني اسمه ايه. يعني حد شاطر يقول لي ده اسمه ايه، يبقى انا خدت معلومه عن طريق الودان وخدت معلومه عن طريق الفيجن، مش كده؟ طب وبعدين؟ وخدت معلومه عن طريق السنسيشن. السنسيشن ده جه منين؟ انك مسكته في ايدك وعرفت ان ده ميتال وعرفت فيه كذا كذا. يبقى انت خدت كام معلومه هنا من المفتاح اللي قدامك ده لما لمسته بايدك وشفته بعينك وعرفت اسمه بودانك؟ 3. الثلاثه دولت هيتجمعوا في حاجه اسمها سنسوري اسوشيشن اريا، يعني منطقه احساس وتجميع، اللي هي مين؟ اريا 5 اند 7 في البرودمانز كلاسيفيكيشن. يبقى اريا 5 و7 هتعمل اسوشيشن، هتربط مين؟ السنسوري ديتيلز عن طريق التاتش، والفيجوال ديتيلز عن طريق العين، والنيم بتاعت الحاجه اللي انت سمعتها او صوته لو بيخربط ولا حاجه هتسمع صوت له عن طريق الهيرنج. فبتعمل مين؟ اسوشيشن. يبقى السنتر بتاع الاستيريوجنوزيس فين يا شباب؟ موجود في السنسوري اسوشيشن كورتكس اللي هي اريا 5 اند 7 ان برودمانز مين كلاسيفيكيشن، موجود في البوستيرو بارت بتاع البارايتال مين، البارايتال لوب اوف ذا سيريبرال كورتكس. لو حصل مشكله في اريا 5 و7 مش هتقدر تعمل اسوشيشن، يعني يمسك الحاجه في ايده ويقول مواصفاتها وشكلها وصوتها، لكن ما يقدرش يقول هي ايه، ما يقدرش يعني هيصف من غير ما يصل لمين؟ للمعنى. يبقى ده الاستيريوجنوزيس، ability of person with closed eye to recognize familiar object by المانيبيليشن. بنقول لو عندك ليجن السنتر بتاع 5 و7، لو عندك ليجن هنسميه استيريوجنوزيس. يعني ايه؟ يعني inability to recognize familiar object with manipulation. النوع، في نوع تاني اسمه texture of material، هو احد انواع الاستيريوجنوزيس، يعني انك تمسك الخامه وتقول دي ايه ودي ايه ودي ايه. سريعا كده نروح للموست امبورتنت اللي هو مين؟ السنسوري pathway فور فاين تاتش فروم البادي. ارجع تاني سريعا كده واقول اركز بس، يعني ايه ها السنسوري باثوي؟ يعني ايه السنسوري باثوي؟ زي لو ده السباينال كورد اهو، ده مثلا السباينال كورد مثلا، معلش الرسم كده، يعني ايه ده السباينال كورد، وده هنا السيريبرال كورتكس، وهنا السيريبرال كورتكس مثلا. اقول له هنا مين ده؟ الثالاموس.
وهنا الثلمس. مش معنى الثلمس، ايش دخل الثلمس معانا؟ اقول له ده الحاجب بتاع مين؟ بتاع السريبرال كورتكس. يعني اي معلومه هتدخل للسريبرال كورتكس او هتخرج من السريبرال كورتكس لازم تمر منين؟ من الثلمس. الثلمس في نيوكلاس سبيسيفيك للسنسيشن بسميها الفنترال بوستيريور نيوكلاس. الفنترال بوستيريور نيوكلاس، الفنترال بوستيريور نيوكلاس لها جزئين، يا لاترال بارت ده بتاع البادي، يا ميديال بارت ده بتاع مين؟ ده بتاع الفيس سنسيشن. ما علينا، في جزء تاني في الثلمس اسمه نون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. نون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي يعني ايه؟ سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي ويعني ايه نون سبيسيفيك؟ النون سبيسيفيك لو وصلت له هتروح لاول ارياز اوف ذا سريبرال كورتكس، يعني مش هتقدر تحدد حاجه، ده مش رايح حته معينه. فده الهدف بتاع السنسوري فانكشن بتاعته بيكون الروزل. وده بياخد معلوماته منين؟ بياخد معلوماته من الريتيكولار فورميشن، من الار اف الريتيكولار فورميشن. يبقى انت في بعض الاحيان محتاج ان السنسيشن يصل للريتيكولار فورميشن تلقائي، هيكمل لمين؟ للنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي ومنها الاول ارياز اوف ذا سريبرال كورتكس. طب الهدف ايه؟ اكيد الروزل وايموشنال رياكشن واوتونوميك رياكشن. في بعض الاحيان الاخرى انت محتاج ان السنسيشن يصل لبارتيكولار سنتر فين؟ في السريبرال كورتكس اللي هو مثلا 3 1 و2 اللي بنسميه السوماتو سنسوري كورتكس. يبقى انت هتخرج منين؟ هخرج من سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي اللي هي اسمها فنترال بوستيريو لاترال. انا بتكلم على الجسم بقى، سيبنا من الفيس خالص. يبقى الفنترال بوستيريو لاترال هتمشي في حاجه اسمها سنسوري راديشن، هتروح لسبيسيفيك ريسيفنج اريا في مين؟ في السريبرال كورتكس. ده كده كلمتين على الايه؟ جنرال، على جنرال سنسيشن. لما اجي اتكلم بقى على السنسوري باثوي هقول انا عندي 3 اوردر نيورون، يعني 3 مين؟ 3 محطات عصبيه. المحطه الاولى فين؟ هقول له موجوده جنب الدورزال هورن اوف ذا سباينال كورد، بنسميها الدورزال روت جانجليا. الدورزال روت جانجليا هي يوني بولر سيل، يعني لها بول واحد كده، مش مالتي بول ولا حاجه. يوني بولر سيل لها تو ديفيجن، واحد هيمسك في الريسبتورز على السكن او في الانترنال ستراكشر، واحد يخش السي ان اس. يبقى كده خلص الفيرست اوردر نيورون. يبقى الفيرست اوردر نيورون ما فيش مشكله، عباره عن مين؟ عباره عن الدورزال روت جانجليا، يوني بولر سيل، تو ديفيجن، بريفرال برانش، ماسك في السنس ريسبتورز وسنترال برانش يخش السي ان اس. بينتهي، ينتهي في السباينال كورد، يا اما يطلع شويه وينتهي في المدلة اوبلونجاتا. نروح لمين؟ للسكند اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون دايما وابدا بيجيف ذا نيم اوف ذا تراكتس، يعني ايه؟ هو المسؤول عن اسم التراكت. على سبيل المثال لو هاخد ان السكند اوردر نيورون هيبدا من الدورزال هورن اوف ذا سباينال كورد ويروح يعدي من السنتر قدام السنترال كانال اهو، هيعدي فين؟ يا اما يعدي في الفنترال كولم هنا، يا اما يعدي في اللاترال كولم. يبقى لو عدى في اللاترال كولم هنسميه لاترال سباينو ثلاميك تراكت، يا اما يعدي من الفنترال كولم هنا هسميه فنترال سباينو مين؟ ثلاميك تراكت. تم اللاترال ده والانتيرور او الفنترال ده بيعملوا تراكت واحد بنسميه انترو لاترال سيستم. يبقى الانترو لاترال سيستم هو سيستم هيمشي فين؟ في الانتيرو وايد كولم اوف ذا سباينال كورد او في اللاترال وايد كولم اوف ذا سباينال كورد. ده مين؟ ده السكند اوردر نيورون. طب والثيرد اوردر نيورون فين؟ دايما وابدا الثيرد اوردر نيورون هو عباره عن الثلامس. يبقى الثيرد اوردر نيورون مش هغلط فيه بعد كده، هقول بيبدا من الفنترال بوستيرو لاترال نيوكلاس اوف ذا ثلامس ويعدي من حاجه اسمها السنس راديشن ويروح لريسيفنج اريا في السريبرال كورتكس اللي هي اريا 3 1 و2. ده بالنسبه لنا كده الباثوي. يبقى اتكون من كام اوردر نيورون يا شباب؟ اتكون من 3 اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون دايما وابدا هو الدورزال روت جانجل، هي يوني بولر سيل لها بول واحد، ها تطلع تو ديفيجن بريفرال برانش ماسك في الريسبتورز وسنترال برانش يخش السي ان اس، هينتهي يا اما في السباينال كورد يا اما في مين؟ في المظله اوبلونجاتا، مفيش احتمال تاني. بعد كده او ممكن يكمل معايا في السريبيلم، ده حاجه تانيه سيبنا منها الوقت. يبقى هو هيكمل هنا في على الدورزال روت اوف ذا سباينال كورد، هيعدي ان فرانت اوف السنترال كانال، يا اما في الانتير وايت كولم يا اما في اللاترال وايت كولم. يبقى الانترو لاترال مين؟ الانترو لاترال سيستم. طيب ده كده كلام عام. هنبدا نتكلم على الباثوي الاولاني اللي بنسميه، هنسميه ايه الباثوي الاولاني؟ اللي هو الدورزال كولم ميديال مين لمينيسكال سيستم، اللي هو خاص بالميكانوسيبتيف عموما اللي احنا بنتكلم عليه، اللي خاص بمين؟ بالميكانوسيبتيف اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى ترانسميتد بالدورزال كولم ميديال لمينيسكال سيستم.
فهنا بيقول لي خلي بالك ان اي سنسوري باسوي نفس الكلام اللي انا قلته من شويه. ايه هو بيقول؟ ان اي سنسوري باسوي في فيرست اوردر نيورون هنا والسكند اوردر نيورون، انا قلت بيجيب اسم التراكت. الميزه الثانيه بتاعه اللي هو بيعمل كروسنج، يعمل كروسنج على مستوى السباينال كورد، يعمل الكروسنج على مستوى مين؟ على مستوى المدلة اوبلونجاتا. هنا في الدورزال كولم هيبقى الكروسنج على مين؟ على المدلة اوبلونجاتا. اجين تاني، ايه ما اهم ما يميز الفيرست اوردر نيورون؟ اللي هو معمول بالدورزال روت جانجل. طب والسكند اوردر نيورون؟ هيديني حاجتين، هيديني النيم اوف ذا تراكت، وهو اللي هيعمل كروسنج. اللي يعمل كروسنج ات ذا ليفل اوف ذا سباينال كورد ده هنسميه الانترولاترال سيستم. لو ما عملش في السباينال كورد هيأسند في الدورزال كولم اوف ذا سباينال كورد لغايه ما ينتهي في الجراثيم والكونييت نيوكلياي في مين؟ في المدله اوبلونجاتا. في المظلة مين؟ اوبلونجات. يبقى ده الكلام بتاعنا هنا. هنروح بقى لمين؟ نفس الكلام هنا بيقول لي خلي بالك ان هنا اهو ده الدورزال كولم. ها يبقى الفيرست اوردر نيورون كان معمول بمين؟ كان معمول بالدورزال روت جانجليا. وبعدين هل انتهى؟ لا، اسند على طول في الدورزال كولم اوف ذا سباينال كورد لغايه ما وصل للمظلة اوبلونجات وعمل انترنال اركوت فايبرز كروسنج، راح لمين؟ للفنترال بوستيرو لاترال نيوكلس اوف ذا سالاموس، ومنها الى السنترز بتاعي. يبقى ده الايه؟ الدورزال كولم، او ان هو يعدي في الانترو لاترال مين؟ في الانترو لاترال سيستم. يبقى يا دورزال كولم يا انترو لاترال، ده رسم برضه كروكي للاثنين مع بعض، للاثنين مع بعض. اهو بدأ يتكلم على الدورزال كولم ميديا اللي منسكال سيستم. خلينا نشوف الرسم افضل اهو. يبقى الفيرست اوردر نيورون هو معمول بالدورزال روت جانجليا اللي هي مين؟ اللي هي يوني بولار جانجليا، لها كام برانش؟ تو برانشز. البريفرال برانش ماسك في الريسبتورز، والسنترال برانش يخش السي ان اس. لما دخل للسي ان اس اداني شورت انستموزنج برانش، هي انستموز مع الجري ماتر اوف مين؟ اوف ذا سباينال كورد. والسنترال برانش هي اسند فين؟ هي اسند في الدورزال كولم اوف ذا سباينال كورد لغايه ما ينتهي في مين؟ في الجراسيل والكونييت نيوكلياي بتاعه المدله اوبلونجات. لاحظنا حاجه، لاحظنا حاجه ان في حاجه اسمها سبيشال ارينجمنت للاسندنج فايبر، بمعنى الجراسيل جاي من الجراوند، يعني جاي من اللور بارت اوف ذا بودي، والكونييت تراكت جاي منين؟ من الابر بارت اوف ذا بودي. الجراسيل دايما واقع ميديالي، وبعدين الكونييت واقع لاترالي. ولما عملنا كروسنج اتظبطت نفس الكلام، بقى الايه؟ الكونييت ميديالي والجراسيل مين؟ لاترال. ده اسمه سبيشال او سبيشال ارينجمنت اوف ذا فايبر، وده ميزه من ضمن المميزات بتاعت مين؟ بتاعت الدورزال كولم ميديا اللي منسكال سيستم. طيب ده الفيرست اوردر نيورون اللي هو الجراسيل والكونييت تراكت. انت هنا على مين؟ ده متشال بالايه؟ دلتا نيرف فايبرز اللي هي بتكون مودريت للمايلينيشن، يعني بتصل لحوالي 80 متر بير سكند، 80 متر مين بير سكند. انتهيت في الجراسيل والكونييت تراكت، هعمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد. ده مين اللي عمل الكروسنج؟ السكند اوردر نيورون. يبقى السكند اوردر نيورون هو اهم ما يميزه، اداني الاسم اللي هو الجراسيل والكونييت نيوكليال اللي خارج منهم، وبعد كده عمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد عن طريق الانترنال مين؟ الانترنال اركوت فايبر. ديت الانترنال اركوت فايبر اهو، يبقى عمل هنا كروسنج عن الانترنال مين؟ اركوت فايبر. بعد كده راح لمين؟ للفي بي ان، الفنترال بوستيرو لاترال نيوكلاس اوف ذا سالاموس. اللاترال ده بتاع الجسم، والميديال بتاع الايه؟ بتاع الفيس. هيعدي في مين؟ هيعدي في البوستيرو لمب بتاع الانترنال كبسول، ويصل لمين؟ للسوماتيك سنسوري اريا اللي هي اريا 3 و1 و2 في البوست سنترال جايروس في البارايتال لوب. ده مين اللي انا بتكلم عليه؟ ده هو مين؟ ده هو الدورزال كولم ميديال لمنسكال سيستم. شايل مين؟ معظم الميكانوسيبتيف، فاين تاتش، البريشر، الفايبريشن، والكونشس بروبيوسبشنز. اهم مميزاته ايه؟ انه له سبيشال ارينجمنت، يقدر يوصل بسرعه، فاست كوندكشن اوف سنسيشن او فاست ترانسميشن، يصل الى 80 متر بير سكند. في بيعمل رابيد او ترانسميشن للهاي انتنسيتي اوف ستيميليشن. وبيعمل حاجه مميزه ان هو بيقدر، هو الوحيد اللي يقدر ينقل الرابيد ريبيتد لايت ميكانيكال ستيميليشن اللي هو مين؟ اللي هو الفايبريشن سنس. فاهم حاجه بستفاد منها من الفايبريشن سنس اللي انا بطمن على الانتجريتي اوف ذا دورسال كولم اوف ذا سباينال كورد، وذيس از فيري امبورتنت كلينيكالي. يعني انت هتيجي تعمل فايبريشن سنس، لو لقيته موجود تحلف وتقول ان الدورسال كولم اوف ذا سباينال كورد انتجرت.
يعني ايه انتجريتد؟ يعني سليم وزي الفل، لان الفايبريشن لا ينقل الا من خلال مين؟ الا من خلال الدورزال. مين؟ الدورزال كولم اوف ذا سباينال كورد. فبيقول لي ديلك اهو نفس الكلام هنا. لو جيت هنا الرسمه دي انا حاططها ليه؟ مش اهو الرسمه دي عشان اقول لك بس ان خلي بالك ان الفايبر اللي جاي من تحت بتقع ميديالي، كل ما تطلع فوق الفايبر هتيجي مين؟ هتيجي بعد كده مين؟ لاترال. نروح بعد كده تاني بكمل واقول الكاركتر، قلتها خلاص. فاست كوندكشن لغايه 110، سبيشال ارينجمنت او سبيشال ارينجمنت زي ما احنا قلناها، فاين جريدز، واهم ما يميز الرابيد ريبيتد سيجنالز اللي هي الفايبريشن سينس. بينقل مين؟ طبعا حاجات مهمه، يعني الكاركتر دي مطلوبه، والتايب اوف سنسيشن ده الف باء في السيولوجي. يبقى انت عارف ايه الانواع السنسيشن كاريد باي دورزال كولم، ميديال مين؟ ميديال منسكال مين سيستم. الكروت تاتش هيروح في الانترولاترال سيستم. يعني لو حبيت اشوف هنا الكروت تاتش هقول فيه بيعدي من الفنترال سباينال او الانتيرو سباينال ثلاميك تراكت، يعني هينتهي على مين؟ هينتهي على الدورزال هورن اوف ذا سباينال كورد، يعمل كروسنج. يعني ايه؟ خليني ارسم تاني، خليني ارسم تاني اهو. ده السباينال كورد. انت عاوز تقول مين؟ عاوز اقول الباسواي بتاع الكروت تاتش. الفيرست اوردر نيورون زي ما هو، يعني ايه؟ هيبدا منين؟ هيبدا من الدورزال روت جانجليا وينتهي هنا بقى على الدورزال كولم اوف ذا سباينال كورد. هيعدي ان فرانت اوف مين؟ اوف سنترال كانال، وهيطلع في انه كولم؟ في الفنترال وايت كولم. وهو طالع بقى قدام احتمال من اتنين، يا اما يروح للريتيكولار فورميشن، ودي جديده بقى بالنسبه لنا. احنا عارفين ان هو لو راح للريتيكولار فورميشن هيروح على مين؟ على النون سبيسيفيك سلاميك نيوكلياي، ومنها الاول ارياز اوف ذا سريبرال كورتكس. اول ارياز اوف ذا سريبرال كورتكس يبقى ده بتاع الايموشنال اسبكت او الاروزل. لكن ممكن في جزء منه تاني اللي هو يروح لمين؟ للثالاموس. انه جزء من الثالاموس الفنترال بوستيرو لاترال، ويروح لاريا 3 و1 و2. يبقى كان الكروت تاتش عنده تو باث ويز. الفيرست باث واي بنسميه سباينو ريتيكولار باث واي، وده اهم ما يميز الكروت تاتش، ان هو بينتهي في ريتيكولار فورميشن، هيطلع منها للنون سبيسيفيك ارياز of the cerebral cortex by the way of non-specific thalamic nuclei. يبقى non-specific thalamic nuclei يعني ايه؟ يعني هتحدث ال information او ال data او ال impulses to all areas of the cerebral cortex. وجزء تاني هيروح لل ventral posterior lateral nucleus of thalamus عادي، ويروح لاريا 3 و1 و2. ده اسمه ايه؟ ده جزء من الانترو لاترال سيستم. الانترو لاترال سيستم يبقى ده سباينو ريتيكولار والفنترال ديفيجن بتاع مين؟ بتاع الانترولاترال سيستم. طيب هنا بيقول للانترولاترال سيستم اهو، خلي بالك بدأنا هنا من الدورزال روت جانجليا على الدورزال هورن اوف ذا سباينال كورد، وبعدين عديت يا اما في الفنترال يا اما في مين؟ في اللاترال. ده اللاترال بتاع البين والتمبريتشر. خلاص يبقى اللاترال سباينو ثلاميك تراكت ده بتاع البين والتمبريتشر اساسا. الفنترال سباينو ثلاميك تراكت او الانتيرو سباينو ثلاميك تراكت، فين هو الانتيرو سباينو ثلاميك تراكت في الرسمه اللي قدامنا ديت؟ هنقول هو مين؟ هو ده، هو اللي طالع اهو مكمل من هنا وطالع فوق اهو، هيروح للريسيفنج اريا عن طريق الثلاموس، ويكمل تاني لاريا 1 او 3 و1 و2. ده اسمه جزء من الانترولاترال سيستم. امال اللاترال بارت بتاعنا ده بتاع مين؟ اللاترال بارت ده اللي هو هيبقى بتاع البين والثيرمال. انا بتكلم على مين؟ بتكلم على الكروت تاتش. يبقى انا محتاج مين في الكروت تاتش؟ الانتيرور سباينو ثلاميك تراكت او الانتيرور ديفيجن اوف ذا انترولاترال مين سيستم. قول لي ايه الكاركترز؟ همشي على نفس النظام بتاعت الدورزال كولم. السرعات قليله، ما يقدرش ينقل الفايبريشن سنس، ما فيش سبيشال ارينجمنت، لكن له ميزه تانية. ايه ميزته بقى عن الدورزال كولم ميديال لمنسكال سيستم؟ اقول اهم ما يميزه عن الدورزال كولم ميديال لمنسكال سيستم الوايد رينج اوف سنسيشن اللي ممكن ينقلها. هينقل البين، والبين حاجه مهمه، هينقل الثيرمال سنسيشن. خلي بالك ان البين والثيرمال بيعملوا كروسنج، يعني افكتد في مين؟ في الهيمي سيكشن اوف ذا سباينال كورد بتاعت البراون سيكر سندروم، يعمل ديسوشيتد سنسورس. يبقى هينقل البين، هينقل الثيرمال سواء الكولد او الورم سنسيشن، هينقل كروت تاتش، هينقل كروت بريشرز، هينقل السيكشوال سنسيشن، الاتش والتيكل سنسيشن. يبقى بينقل مجموعه كبيره من السنسيشن، فلذلك بقول هو بينقل وايد رينج اوف ستيمولاي. يبقى هنا هينقل البين، هينقل الثيرمال، هينقل الكروت تاتش والبريشر، الاتش والتيكل سنسيشن، واخيرا هينقل مين؟ هينقل السيكشوال مين سنسيشن. يبقى واضح ان هو بي ايه؟ بيترانسميت مين؟ ابرود سبيكترم اوف سنسوري موداليتي.
البريشر سنس هو فيلينج اوف بريشر، ممكن نوعين، يا اما انك تقارن وزن حاجتين حطيتهم على ايدك كده من غير ما ترفع ايدك، فبسميه ده الايه احد انواع البريشر سنس، يا اما انك ترفع ليفتنج، ده احد انواع الاخرى للبريشر سنس. الكلام مش هيفرق معايا في اي حاجه، البطوي نفس الكلام، فعدي خلاص بسرعه من البريشر سنس، عدي كلام. يبقى الريسبتور نفس التكتر الريسبتور اللي احنا قلناها بتبقى موجوده ديبر في السكن، التايب بريشر سنس او المسل تنشن، لو هتشيل يبقى اسمه مسل تنشن، مش هتشيل يبقى اسمه البريشر سنس. بريشر سنس يعني حاطط وزنين على ايدك وبتقارنهم من غير ما ترفع ايدك، التاني المسل تنشن بتشغل عضلات، فبنسميه discrimination between two different. الباثوي نفس الكلام. الفايبريشن سنس مهم علشان اللي انا المعلومه اللي قلتها، طبعا الريسبتورز بتاعته مهمه جدا جدا جدا. ايه هي الريسبتورز بتاعته؟ يا اما الباسينيان كورباسلز، ودي بنسميه هاي فريكوانسي فايبريشن، يعني بتصل ان هي ممكن تلتقط الفايبريشن لغايه 700 هرتز او 700 سايكل بير سكند. النوع الثاني اللي هو الميزنرز كورباسل، يروبك ممكن تصل ل 80 او حاجه زي كده بالكتير خالص، 200 سايكل بير سكند، بيسميها low frequency mean vibration. الباثوي نفسه السيجنيفيكانس بتاعت الفايبريشن سنس ايه اللي احنا قلناها، بيديتكت الانتجريتي اوف ذا دورسال كولم ميديالي منيسكال سيستم، او الدورسال هورن او الدورسال كولم اوف ذا سباينال كورد. اشمعنى؟ لان الفايبريشن لا ينقل في الجسم خالص الا من خلال الدورسال كولم اوف ذا سباينال كورد. تاني يلزمني في الفايبريشن الريسبتورز، الباسينيان الكام لغايه 800 سايكل بير سكند او 800 هرتز، الميزنرز كورباسل بنسميها لو فريكوانسي فايبريشن ريسبتور، يعني بتستجيب من 80 الى 200 سايكل بير سكند. بعد كده في حاجه مهمه بقى اسمها البروبيوسبتيف مين، البروبيوسبتيف سنسيشن. انا بتكلم بسرعه علشان اقدر اخلص على قد ما اقدر. يبقى البروبيوسبتيف سنسيشن دي حاجه مهمه، هي الابيليتي اوف بيرسون تو بيرسيف sense of position of different parts of the body in relation to each other and in relation to the space. يعني انت عاوز ايه؟ عاوز اقول هو احساس الوضع والحركة، حاجة مهمة جدا جدا انك تحس بوضع جسمك وانت قاعد، يعني تحس ال position of different parts of the body in relation to each other and in relation to the space. ده اسمه static proprioceptions، او بنسميه اللي هو sense of position. يا اما اثناء حركه ايدك او رجليك او مشيك لازم تحس بالحركه، فبنسميه الكاينستيك سنسيشن او السنس اوف موفمنت. يبقى اقدر اقول له كده الديفينيشن، فيلينج كونسيرند ويز سنسوري انفورميشن اباوت حاجتين، البوزيشن اند موفمنت اوف ديفرنت بارت اوف ذا بودي. الانواع بتاعتك مين؟ اقول له عندي يا اما البوزيشن سنس. يعني ايه بوزيشن سنس؟ يعني ستاتيك، يعني حاسس بوضع اجزاء جسمك المختلفه بالنسبه لبعضها البعض وبالنسبه للسبيس اللي انت قاعد فيه. يبقى كونسيرند ويز الكونشوس feeling of a relative position of different parts of the body in relation to each other and in relation to the space. الموفمنت او الكاينستيتيك سنسيشن هو احساس الموفينج بارتس اوف the body، يعني انك تحس different part of the body during mean during the movement، تحس مين ال onset of movement، ال change في rate of movement، وتحس ال end of movement. الريسبتور طبعا مهمه. ايه الريسبتور المهمه بالنسبه لي؟ هقول له في muscles وفي joint وفي skin. خلينا في الماسلز، اقول له الماسل انت محتاج مين؟ محتاج اعرف المعلومات بتاعت الحركه اثناء البوزيشن. يعني ايه؟ يعني اقول له في ماسل سبند خدناه، تعمل ايه الماسل سبند؟ بتقيس طول العضله بيفور الموفمنت وديورنج الموفمنت، وتجيب لي الريت اوف تشينج في الفولنتري موفمنت او طول العضله سوري. يبقى الماسل سبندل هتجيف ذا انفورميشن اباوت ذا ماسل لينس، والماسل لينس بيرفلكت الفورس اوف كونتراكشن. كلما زاد الفورس اوف كونتراكشن كلما قل المسل لينس، لان اثناء الكونتراكشن بيحصل انتر ديجيتيشن اوف اكتين اوفر مايوسين، فالعضله بتقصر. يبقى زاد الكونتراكشن العضله تقصر، فالمسل سبندل هت انفورم السي ان اس وبالخاصه السريبيلم والموتور كورتكس اباوت مين؟ اباوت الانيشال لينس والريت اوف تشينج اوف ذا لينس اثناء مين؟ اثناء الموفمنت، يعني اثناء الريست واثناء الموف. هنا الجولجي تندون هيعمل ايه؟ الجولجي تندون انت خدت اللينس، هنا تاخد التنشن بتاع العضله برضو اثناء الكونتراكشن، في زياده في الايه في المسل تنشن، يبقى بيرفلكت بس هنا
دايركت كورليشن، كلما زادت الفورس اوف كونتراكشن كلما زاد المسل تنشن. يبقى الجولجي تندون اورجانز بي ديتيرمين او بي انفورم السي ان اس اباوت مين الانيشيال تنشنز والريت اوف تشينج اوف ذا تنشن والفاينل تنشن بتاع مين، بتاع المسل كونتراكشن. يبقى انت كده المعلومات دي مهمه، اه مهمه جدا جدا عشان تصل لمين، للسي ان اس. بكمل في الريسبتورز واقول له في جوينت بروبيو ريسبشنز اللي هي مهمه بقى بالنسبه لي عشان افهمها صغيره، اللي هو المورفولي والادابتيشن. عندك مين؟ هقول له عندي يا رافيني اندنج يا باسينيان كورباسل. بالنسبه لي اللي يلزموني مهمين جدا الباسينيان كورباسلز ومين والرافيني اندنج والجولجي لايك ريسبتورز. خلينا ايه نفهمهم بسرعه. انت محتاج ايه؟ انا محتاج الرابيد ادابتيشن. الرابيد ادابتيشن هنا يبان دورها. ليه انت محتاج رابيد لادابتنج ريسبتورز في البروبيوسبشنز؟ لان انا عاوز اجيب متغيرات الحركه. يعني ايه متغيرات الحركه؟ يعني هفترض ان الجوينت بتاعي انا ايدي تانيها عامل فليكشن للابر ارم وعاوز افردها، فاول ما ابدا اتحرك الباسينيان تطلع ديستشارج. طب واثناء الحركه الثابته وقفت ديستشارج. طب حصل تغير في معدل الحركه وانا بزود او بقلل في الموفمنت الباسينيان تشتغل، واول ما اقف الباسينيان تشتغل. يبقى الباسينيان كده عملت ديستشارج في كام مرحله؟ عملت ديستشارج في 3 امبورتنت فيزز في الفولانتري موفمنت، في الانيشال فيز او الاونست اوف موفمنت، وفي التشينج في السبيد اوف موفمنت، وفي التيرمينيشن اوف ذا موفمنت. دي بنسميها متغيرات الحركه، ومن ثم بنسمي الرابيد لادابتنج ريسبتورز مين؟ بنسميها فيزيك ريسبتورز. يعني ايه فيزيك ريسبتور؟ يعني بتجيب متغيرات الحركه. طب وبين بدايه الحركه ونهايه الحركه مين اللي كان شغال؟ اقول له بقى اللي شغال هو الرافيني اندنج والجولجي لايك ريسبتورز. يعني ايه؟ يعني طول ما الجوينت بتاعتك ثابته قبل ما تتحرك شغال الرافيني، بتقول عندك فليكشن عندك فليكشن عندك على طول باستمرار. اول ما بدات ايدك تتحرك مين يشتغل؟ الباسينيان كورباسل. تقول انت بدأت الحركة وتسكت، من اللي يكمل بقى؟ انت بتتحرك انت بتتحرك انت بتتحرك السلولي ادابتنج ريسبتورز. يبقى كأني السلولي ادابتنج ريسبتورز بتجيب الديوريشن اوف ذا موفمنت او الديوريشن اوف ذا ستيمولس اللي بنسميها الفيزيك ريسبونس. بنسميها سوري مش فيزيك ريسبونس بقى، المفروض الثابت. يعني المتغيرات الثابته، ان سواء كنت واقف ثابت ما بتتحركش او بتتحرك حركه مين، حركه ثابته. يبقى هنا الباسينيان بنسميها متغيرات اللي هي الفيزيك ريسبونسز، وهنا بنسميها الستاتيك بروبيوسبشنز او التونيك. سوري يبقى انا كنت عاوز كلمه مين، التونيك ريسبونس. يعني ايه تونيك ريسبونس؟ تونيك يعني في كونتينوس انفورميشن تو ذا سي ان اس اباوت ذا كونستانت فولنتري موفمنت. اجين انا الزمن النقطه دي عشان افهمها بس، بقول انت عاوز تقول ايه؟ انا عاوز اقول لما باجي اتحرك انا دراعي لسه ما اتحركش، يبقى في فيكسد جوينت بوزيشن. مين اللي شغال؟ السلولي ادابتنج اللي هي الرافيني اندنج. الرافيني اندنج قاعده تقول ايه؟ قاعده تقول للسي ان اس خلي بالك، ها قاعده تقول للسي ان اس خلي بالك انت ثابت انت ثابت. يبقى دي اللي شغاله في بدايه الحركه اهو، يبقى دي بدايه الحركه الرافيني هي اللي شغاله. طب وبعدين لما يحصل انيشيشن للموفمنت اهو الحته دي بس هتشتغل مين؟ هتشتغل الميزنرز. طب لو كملت ثابت بعد كده الباسينيان ترجع. طب لو حصل تشينج في الحركه الباسينيان تيجي تاني. في بدايه الحركه الرافيني بس ده كونستانت بوزيشن، في بدايه الحركه ده مين؟ ده الباسينيان. طب الحركه ثبتت هيكون معايا الرافيني، الحركه اتغيرت في النص ارجع تاني لمين؟ ده للباسينيان. الحركه وقفت ها الباسينيان. طب الحركه ما عادتش مكمله خالص يبقى ارجع تاني لمين؟ ارجع تاني لل رافيني اندنج. يبقى الثلاث متغيرات البدايه والتغير ونهايه الحركه اللي جابهم الرابيد لادابتنج ريسبتورز اللي هي الباسينيان كورباسلز، لكن الثبات بتاعي ده اللي جابه مين؟ سلولي ادابتنج اللي بنسميها التونيك ريسبتور. تونيك مين؟ يبقى كان ثبات في الاول وثبات في ثبات الحركه في النص وثبات الجوينت في النهايه اللي جابه مين؟ جابه الرافيني مين؟ الرافيني اندنج. نروح بعد كده للباثوي. الباثوي برضو سهل خالص، خلينا نشوف انت عاوز تروح فين. اقول والله هنا في انا محتاج حاجتين في البروبيسبشن، محتاج اصل لمين؟ اصل للسيريبرال كورتكس. ليه؟ الموتور كورتكس، عشان ابقى اورينتد ايدك فين ورجلك فين. ده اسمه كونشوس بروبيوسبشن.
ومحتاج اللي نصل للسيريبيلم. هتصل للسيريبيلم ليه؟ علشان الانكونشوس بروبيوريسبشن. طب الكونشوس بروبيوريسبشن ده هتاخده منين من البادي؟ خدناه بالجراسيلول كونييت او الترايجيمينال نيرف لو انت بتشتغل منين؟ من الفيس، عشان الماسل اوف ماستيكيشن والكلام. يبقى تاني انا يلزمني هنا اللي انا اقول له عندي الكونشوس بروبيوريسبشنز ده طالع للسيريبرال كورتكس باي ذا واي اوف ذا دورزال كولوم ميديال لمينيسكال سيستم. طب الانكونشوس بروبيوريسبشن، الانكونشوس بروبيوريسبشن ده بيتشال عن طريق مين؟ بيتشال عن طريق السباينو سيريبيلر تراكت. هتبدا منين؟ هبدا اهو من الدورزال. هتبدا هنا منين؟ هتبدا هنا من الدورزال روت جانجليا. هنا بقى الفايبرز بتاعتي بتكون ايه؟ الفا، الموست رابيدلي كوندكتنج فايبرز. ليه؟ لان هيحصل فيدباك اثناء الفولنتري موفمنت. انا محتاج كابي اباوز ذا بيرفورمد موفمنت عشان ارجعها للسيريبيلم، لان السيريبيلم جاي له مين؟ كابي اباوز ذا وونتد موفمنت من السيريبرال كورتكس، فعشان يعمل كومباريزون ويعمل كوركشن للحركه اللي معموله مش مظبوط لازم يطلع له المعلومات من الحركه سريعه جدا جدا. يبقى اهم حاجه لفتت نظري هنا اللي انا عندي مين هنا؟ عندي الاي الفا فايبرز، الموست رابيدلي كوندكتنج فايبر اب تو 120 متر بير سكند. طيب يبقى ده الدورسال روت، البرانش جاي من البروبيو ريسبشن وهيدخل هنا للدورسال هورن. هيروح في الدورسال هورن هيروح على حاجه اسمها الكلاركس نيوكلس. يبقى وصل هنا في الكلاركس مين؟ الكلاركس نيوكلس اهو. يا اما يطلع في الفنترال وايت كولم يا اما يطلع في الدورسال كولم. لو طلع في الدورسال كولم هنا هيروح فين؟ اهو هيطلع في الدورسال كولم، يخش من الانفيرو سيريبيلر بدانكل ويروح للفيرمز. كده انتهى السكند اوردر نيرون. الثيرد اوردر نيرون هيبدا من الفيرمز للسيريبيلر كورتكس. طيب لو انا طلعت من الكلاركس نيوكلاس هروح لايه؟ للفنترال وايت كولم اوف ذا سباينال كورد، او طالع فنترال سباينو سيريبيلر اطلع لغايه الابر بوردر بتاع البونز. يعني هنا المفروض عندي البونز، اطلع لغايه الابر بوردر بتاع البونز، هدخل منين؟ من السوبيرو سيريبيلر بدانكل. انتهى هنا مين؟ السكند اوردر نيورون. يبقى السكند اوردر نيورون عمل كروسنج واداني النيم اوف ذا تراكت اللي هو مين؟ الفنترال سباينو سيريبيلر او الدورزال سباينو سيريبيلر تراكت. الثيرد اوردر نيورون بادئ منين؟ بادئ من الفيرمز اهو، بادئ من الفيرمز هنا رايح لمين؟ للسيريبيلر مين؟ السيريبيلر كورتكس. يبقى ده السباينو سيريبيلر مين؟ السباينو سيريبيلر تراكت. دورز السباينو سيريبيلر فيرست اوردر نيورون اي الفا انتع الكلاركس، الكلاركس هي السكند اوردر نيورون ويتعدي بعد كده من الفيرمز للكلام. طيب نروح للحاجه الاخيره اللي هو الثيرمال مين؟ سنسيشن. كديفينيشن هقول له هو فيلينج اوف ديفرنت جريدز اوف ورم اند كون. كلام سهل. يلزمني مين؟ الاستيمولس هو مين؟ الورم او الورم انرجي عشان الكولد ما يبقاش طاقه. مين؟ ديفرنت جريد اوف ورم سينس الكولد از نوت ا فورم اوف انرجي. الريسبتور بنسميها مين؟ ثيرمو ريسبتور. الثيرمو ريسبتور في سنترال ثيرمو ريسبتورز اللي هي دور مهم جدا في ريجوليشن بتاع الكور بادي تمبريتشرز، وفي البريفرال ثيرمو ريسبتور. البريفرال ثيرمو ريسبتور مي بي الكولد ريسبتور ومي بي وورم ريسبتور. ممكن تكون المورفولوجي بتاعي اقول له الورم ريسبتور بتبقى موتيفايد ها فري نيرف اندنج، لكن الكولد ريسبتور بتبقى انكابسوليتد نيرف اندنج. انكابسوليتد كلام مش هيفرق كتير. اروح للديستريبيوشن اقول له في اماكن للكولد وفي اماكن للورم ريسبتور وفي اماكن ما فيهاش لا ده ولا ده، يعني في سيبريت سكين اريا وذاوت وورم او كولد مين ريسبتور. يعني هي بيقول له اهو كولد وورم ريسبتور ديستريبيوتد ان سيبريت كولد وورم والثيرمالي انسنسيتيف ها اريا ان بتوين، يعني في اماكن ما فيش فيها لا ده ولا ده. طب مين الاكثر الكولد ولا الورم؟ ها نقول مين الاخطر على الاطراف بتاعتنا في السكين؟ هيكون الكولد. يبقى النمبر اوف كولد ريسبتور بتبقى من 3 ل 10 مرات قد مين؟ قد الورم ريسبتور. يبقى النمبر اوف ثيرمو ريسبتور بتبقى هاير في الليب، نفس القاعده بتاعت التكتايل، لكن نشوف المعلومه ديت النمبر اوف كولد ريسبتور 3 تو 10 تايمز اكتر من الورم ريسبتور. ليه؟ بقول دايما انت بتتكلم على كوتينيوس ثيرمو ريسبتورز. مين الاخطر على الكوتينيوس ثيرمو ريسبتورز؟ اللي هو البرد، فلازم يكون مستقبلات البرد اكتر بكتير من مستقبلات مين؟ الورم ريسبتورز. نروح بعد كده للريت اوف ديسشارج. احنا قلنا الريسبتور بتاعت اي حاجه عندنا، ها قلنا ايه في الريسبتورز؟ قلنا الريسبتورز او قلنا اي سنسيشن بقول ديفينيشن، اقول ستيمولس، اقول الريسبتورز والريسبتور مورفولوجي والتايبس والديستريبيوشن. هنا بنضيف بقى الميكانيزم اوف ستيميليشن ومين؟ والادابتيشن او الريت اوف ديسشارج من الريسبتور.
فلو بتكلم هنا على الريسبتور اقول له ايه الميكانيزم اوف ستيميليشن، ايش دخل الميكانيزم هنا؟ طب انت ما قلتش الميكانيزم بتاعت الميكانوسبتيف ليه؟ لان الميكانوسبتيف اوريدي ستارتد وذ الريسبتور بوتنشالز او الجينريتور بوتنشال اللي هي الايباسينيان كورباسلز، لما بنعمل بريشر بتفتح بوابات الصوديوم، الكلام ده خدناه في الميكانوسبتيف سنسيشن او الميكانيزم اوف ريسبتور بوتنشال جينريشن. يا ترى الثيرمال سنسيشن ايه الميكانيزم اوف ستيميليشن اوف ثيرمو ريسبتورز؟ اكيد من اسمها ثيرمال، يبقى الميكانيزم هنا ان درجه الحراره هتغير في الريت اوف ميتابولايتس او الريت اوف ميتابوليزم بتاعت مين؟ بتاعت الثيرمو ريسبتورز. يبقى الميتابولايت يا تزيد يا تقل، لو زادت هتعمل ستيميليشن للورم ريسبتورز، ولو قلت هتعمل ستيميليشن لمين؟ للكولد ريسبتور. يبقى تشينج في السكن تمبريتشرز والتشينج الميتابوليك اكتيفيتي اوف ذا سيلز هيتشينج الميتابولايتس، غير الميتابولايتس اهو، هت alter the permeability of the membrane to الصوديوم، يعمل لي ريسبتور مين؟ بوتنشال. اداني مثال قال لي لو زاد السكن تمبريتشر زود الميتابوليك اكتيفيتي، زود الميتابولايتس، عمل استيميليشن للورم ريسبتور. الادابتيشن يعني ايه الادابتيشن بقى هنا؟ احنا خدنا الميكانو ريسبتور دايما رابيدلي ادابتنج ما عدا بعض الاكسبشن زي الرافين وزي الميركلز، البين ريسبتور سلولي ادابتنج. طب يا ترى الادابتيشن بتاعت الثيرمو ريسبتور عباره عن ايه بقى الادابتيشن هنا؟ هقول له خلي بالك كده، لو ده البداية بتاعت الاستيمولس ده الريت اوف ادابتيشن بتاع الريسبتور، وده بداية الاستيمولس، يبقى الاستيمولس هيبدأ من هنا، ده بداية مين؟ بداية المؤثر، والفترة دي كلها الديوريشن بتاع الاستيمولس، يبقى الاستيمولس موجود. أول ما أحط الاستيمولس هنا أي ريسبتور في الدنيا هتعمل هاير ريت اوف ديسشارج، ده الريت اوف ديسشارج من الريسبتورز، ده معدل خروج النبضات. ايه اللي حصل؟ اول بدايه المؤثر حصل مين؟ ان الريت اوف ديسشارج عالي جدا اهو. طب وماذا بعد؟ يا اما الريسبتور تنزل رابيدلي، ها، يبقى عملت رابيد ستوب اوف ديسشارج، هسميها رابيد ادابتنج ريسبتورز. دي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الميكانوسبتيف عموما تكتايل. يبقى ايه اللي حصل؟ المؤثر ما زال موجود ولكن الريسبتور تكيفت على وجوده. يعني ايه تكيفت على وجوده؟ يعني وقفت ديسشارج عشان ما تشغلش السي ان اس بالاكسس ان وانتد مين ستيميليشن. طيب حاجه زي البين، البين ايه الاخبار؟ هينزل الريت شويه لكن هيكمل، فاقدر اقول اسمها نون ادابتنج او سلولي ادابتنج، هي يعني هتنزل ببطء بس هي نزلت شويه لكن مش هتكمل خالص. يبقى as long as the stimulus is present هي بتكونتينيو الديسشارج. ها عشان تعرف سي ان اس about the presence of the painful stimulus او الانجيريوس ايجنت نفسها، هي بتاعت مين؟ السلولي ادابتنج بتاعت الرافيني والميركلز في البوزيشن اللي هو البوزيشن والموفمنت، طول ما انت بتتحرك بتعرف السي ان اس. يعني انا واقف على الارض كده على رجلي، طول ما انا واقف في امبلز خارجه من الجوينت من الرافيني والجولجلايك ريسبتورز طالعه تقول لي مين؟ السي ان اس. انت واقف انت واقف انت واقف، لو حصل ان حصل ستوب للدشارج من الريسبتور هقع على الارض على طول، يبقى ده اللي بيحصل. طب امال بقى ايش دخلنا هنا في الثيرمو ريسبتور؟ الثيرمو ريسبتور لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. يعني ايه؟ يعني هي بتنزل في النص شويه وبعدين تكمل، فاقدر اقول اسميها مين؟ مودريتلي ادابتنج ريسبتورز. يعني ايه مودريتلي ادابتنج ريسبتور؟ يعني بيحصل ديكريز للريت اوف ديسشارج بات نوت ريتش الزيرو ليفل. ولها حاجه اسمها فيزيك ريسبونس، يعني لو حصل ان السكين اتغير فجاه، درجه حراره الجلد اتغيرت، هتقوم تطلع ريت عالي وتنزل لكن مش هتوصل الصفر. ده بنسميها فيزيك ريسبونس اوف مين؟ اوف الثيرمو ريسبتور. تاني الثيرمو ريسبتورز اول ما المؤثر يجي بيطلع ديسشارج عادي زي اي ريسبتور فيري هاي ريت. طب وبعد شويه المؤثر ما زال موجود، هي مش قادره توقف فبتنزل بس في النص. طب لو حصل تشينج في السكن تمبريتشرز هنعلى تاني وننزل ماركت ديكريز بات نوت ريتش زيرو ليفل، دي بنسميها فيزيك تشينج، يعني تغيرات موضعيه في فيز معينه، تغيرات موضعيه في فيز معينه. تعال نشوف كده، ثيرمو ريسبتور سلولي ادابتنج وذ سلو رابيد فيز، بيقول لو حصل رابيد تشينج في السكن تمبريتشر هتعلى وبعدين تنزل لكن نوت ريتش الزيرو مين؟ الزيرو ليفل. الحاجة الأخرانية في الريسبتور هنا هقول الديسشارج ريت بتاع مين؟ بتاع الريسبتورز. هنا معلومة، خلينا نروح للرسم أزرق من البتاع. لو بصيت هنا على الرسمة بتاعتك هنا إيه اللي هتلاحظه هنا؟ هقول له إن فين؟ عند الصفر هنا كل الريسبتور هتوقف ديسشارج، كل الريسبتور هتوقف ديسشارج عند مين؟ عند الزيرو ليفل. يبقى كل وقف ديسشارج عند مين؟ عند الزيرو. ودي حاجة ميزة؟ أه ميزة، ممكن أستخدمها في الكرايو سيرجري،
كرايوسيرجري، الجراحه بالتجميد او التبريد، انك تيجي تعمل لا قدر الله بواسير ولا اي جراحه، ممكن تعمل فريزنج للسكن، يعني توصل درجه حراره الجلد لزيرو. عند زيرو ما فيش اي ريسبتور شغال، لا بين شغال ولا كولد شغال ولا وورم شغال. طيب يا ترى الريسبتور بتاعه الكولد شغاله منين؟ الريسبتور بتاعه الكولد هتبقى شغاله من 10 لغايه كام؟ لغايه 35. ده الماكسيمم بتاعها عند كام؟ عند 24. طيب والورم ريسبتورز، الورم ريسبتور بتبدأ من 25 وتنتهي عند كام؟ عند 45. الافريج بتاعها كام؟ 37، اللي هو الافريج بتاع الايه، التمبريتشر بتاعتنا. نقول لك خلي بالك بعد كام؟ بعد 45 بيحصل دامج للريسبتورز. بعد 45 هنا هيحصل دامج لمين؟ للريسبتور، ويحصل حاجة اسمها مين؟ البارادوكسيكال مين كولد سنسيشن. يعني ايه بارادوكسيكال كولد سنسيشن؟ يعني بعد 45 هيحصل دامج للريسبتورز، هتطلع ميديتور من السيلز او الريسبتورز، هتعمل استيميليشن للبين ريسبتور، لان من شروط حدوث البين ان لازم يطلع حاجه اسمها البين بريديوزنج مين، البين بريديوزنج سبستنس، من البين مين، البين بريديوزنج مين، البين بريديوزنج سبستنس. يبقى تاني هنا كولد ريسبتور من 10 لكام؟ ل 35، والماكسيمم عند كام؟ عند 24. الورم ريسبتورز من 25 ل 45، والماكسيمم عند 37. اقول له خلي بالك هنا ايه اللي انت لاحظته ده؟ اقول له والله خلي بالك من الحته دي كده معايا، لاحظت هنا في الحته دي بعد ال 45 عندي كولد سنسيشن اهو. ايه الكولد ده؟ هيجي بعده البين، بس الكولد جه قبل البين ليه؟ عند الكولد سنسيشن عند 45 ده حصل ان حاجه اسمها بارادوكسيكال كولد سنسيشن. يعني ايه بارادوكس؟ بارادوكس يعني حاجه عكسيه. فلما تيجي الريسبتور تموت، سواء الكولد او الورم ريسبتور بتموت، بيحصل سام سورت اوف اريتيشن. ما انت لسه قايل من شويه ان النمبر اوف كولد ريسبتور اكتر من 3 ل 10 مرات قد مين؟ قد الورم ريسبتور. ومن ثم يبقى السنسيشن اوف كولد هيجي قبل مين؟ قبل الورم. اجين عند 45 لما يحصل دامج للريسبتورز، مين اللي عدده اكتر؟ الكولد. يوم يحصل فيها اريتيشن تقوم تديني بارادوكسيكال كولد. طب ليه سميناها بارادوكسيكال؟ لان درجه حراره الجلد 45 وما زلت حاسس بمين؟ بالبرد. يبقى البرد هنا مومنتري او ترانزيانت فيلينج نتيجه الاريتيشن اوف الكولد ريسبتور بفور ذير ديستراكشن. بعد كده هيحصل كومبليت ديستراكشن للكولد والورم ريسبتور، تطلع منها البين بريديوسنج سبستنس، تديني مين؟ البين مين؟ البين سنسيشن. البين سنسيشن النيورال باثوي بتاع الثيرمال سنسيشن هو اللاترال سباينوثلاميك تراكت، احد مين؟ احد البرانشز بتاعت الانترو مين؟ الانترولاترال سيستم. اخر حاجه اعتقد هي السوماتيك سنسيشن من الفيس، وده التراجي من النيرف 3 ديفيجن، الاوفثالميك والماكزيلاري والمانديبلر. الفيرست اوردر نيورون عباره عن التراجي من الجانجليا، لها كام برانش؟ سنترال وبريفرال. البريفرال برانش اللي هو الاوفثالميك والماكزيلر والمانديبلر، جايب من 3 ديفرنت ديستريبيوتنج اريا من الفيس، هيخش عند البونتو البونتاين جانكشن هنا، وبعدين يريليف واحد من 3 نيوكليا، يا اما الميزنسفاليك نيوكليس، يا اما المين سنسوري نيوكليس، يا اما السباينال نيوكليس اوف تراجي من النيرف. وبعدين السكند اوردر نيورون هيعمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايت، هيصل للفنترال بوستيريو ميديال نيوكلاس اوف ذا ثالاموس، ومنها للريسيفنج اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.